حمص المحاصرة، مصطلح بات معتادا لدى الناس المتابعين والمراقبين للثورة السورية، بل تعدى ذلك لتخرج كلمة المحاصرة فطريا لدى هؤلاء كلما ذكر اسم حمص. لماذا حمص محاصرة؟ هل لأنها المحافظة السورية الأهم من بين المحافظات الأخرى بالنسبة إلى النظام السوري، لأنها سبيله الوحيد إلى جوار الساحل في حال إقامة دولته العلوية المزعومة كما يقول مراقبون؟ أم أنها لعبة سياسية دولية فرضت على الجميع لتكون ورقة ضغط على الثوار في جميع الأحوال في المحافل الدولية؟ أيا ما يكون الجواب، لماذا حمص إلى اليوم محاصرة؟ هل بسبب قوة النظام التي تفوق المقاتلين المعارضين بكثير في حمص المحاصرة بالخصوص؟ أم أن المعارضين المقاتلين هم من يحاصرون أنفسهم بخلافاتهم وعدم توحدهم، وهذا ما يسعى إليه النظام جاهدا؟ البعض يلقي اللوم على المقاتلين في باقي المحافظات السورية لأنهم لم يدعموا حمص التي اختاروها عاصمة لثورتهم كما ينبغي، والبعض الآخر يرمي باتهاماته إلى كتائب الريف الشمالي التي تخاذلت عن نصرة المدينة وفك الحصار عنها، وأصبح كل لواء ومجموعة تبحث عن مصالحها الشخصية بعد تحرير مدنهم وقراهم، متناسين السبب الرئيسي التي خرجت لأجله الثورة السورية وهو القضاء على النظام. يتساءل محاصرون، أين هي مستودعات الذخيرة تلك التي حررت في مدينة مهين مؤخرا؟ اتهامات وتساؤلات ما زالت إلى يومنا هذا دون أجوبة، ومن حق المحاصرين أن يعرفوا ويعلموا لماذا لم يفك الحصار عنهم منذ أكثر من سنة ونصف وحتى الآن. كل هذه الأمور التي جرت وتجري يوضع عليها العشرات من إشارات الاستفهام، وتضع كل المسؤولين عنها أمام محكمة الشعب الذي خرج مطالبا لحريته ومبايعا لهؤلاء كقواد الله. إذا لماذا حمص؟ هل هي مدينة خارج كوكبنا الذي نعيش فيه؟ أم أنها بلدة نائية في مكان مهجور؟ أليس فيها سكان وبشر من لحم ودم؟ أليس فيها أطفال من حقهم أن يكونوا بعيدين كل البعد عن هذا الوضع الذي آلت إليه الأمور في حمص المحاصرة كمثال صغير؟ كل هذه الأسئلة التي طرحت مسبقا ستبقى دوما حاضرة ما دام حصار حمص مستمر. محمد أبو قيس لشبكة سوريا مباشر، حمص.